والأسباب اللي حكيناها اللي هو الإندكتيف إفكت، لأنه تجمعها أربع تبوها إلكترونية الجروب تعطي الإلكترونات البوزيتيف تشارج بتعادل الشحن اللي قبلها بتزيد الستيبيليتي. كل ما يزيد عدد الأيونز كل ما بيزيد الستيبيليتي. السبب الثاني اللي هو هايبر كونجيوجيشن، اللي هو عبارة عن أوفر لاب تزيد ما بين الأوربيتالز واللينك الأوربيتال واللي ممثل هون. فهذا الهايبر كونجيوجيشن يزيد الإفكت تاعه كل ما بزيد عدد المجموعات الموجودات على درجة الكربون، لأنه بزيد الإلمنيشن ثرو سبيس. فأثناء الروتيشن أني تو أوربيتالز بارل تو إيتش أذر ويل إنتراكت تو إيتش أذر تو جيف إلكترونز تو لينك ثرو أوربيتال، وبالتالي تأثيرهم نفس تأثير الإندكتيف، يقلل الشحنة وبزيد الستيبيليتي. الإنترميديت الثاني اللي هو الفري راديكال، وهي درجة كربون في عندها قطب الإلكترون، ونفس الشيء تهجين SP2 والهيكل 120 درجة، الأوردر وستيبيليتي نفس الأوردر وستيبيليتي بالنسبة للكربون كتر، تيرشري أكثر من السكندري أكثر من البرايمري أكثر من مثل الكربون كتر ولنفس الأسباب. الإنترميديت الثالث هو الكارمانين، درجة كربون في عندها زوج إلكترونات نان بوندينج وبالتالي بهاي الحالة الجيومتري تتغير يصبح تتراهيدرال اوكي الكترونيكالي، والجيومتري ستراكشرال، الجيومتري بتكون عبارة عن كريمنال بيراميد، بمعنى آخر هذول عاملين بيراميد وعلى رأس البيراميد من اللي عارف في عندك زوج الكترونات على شكل شحن مثالي. هاي الحالة طبعا التهجين بتغير يصبح SP3 وبالتالي البوند انجل بتصير اقل ب 109 درجات ونص، وتختلف حسب المجموعات الموجوده، هل هي هاي الجوينتس ولا الجوينتس. الانترميديت الرابع بسموه الكربون يا شباب، لاحظ هذا مختلف عن الثلاثه اللي قبله، انه الكربون يكون دايفيلنت يعني بشكل رابطتين فقط، وفي عندها نوع غير الالكترونز، وبالتالي الكربون تكون متعادله لا تحمل شكل، لا شكل موجودة ولا شكل سالبة، والشيب زي ما انت شايف في شيب. اوكي؟ هذا الكربون طبعا عملية تحضيره عملية مش سهلة. رح نشوف الآن كيف بتحضر. في بعض الكربوكاتيف والكربونيوز بتكون سبيشال ستيبل. وبالذات ما يسموه بالانساتشوريتد كربوكاتيفز. كربوكاتيفز فيهم مالتيبل بوندز. دبل بوند او تريبل بوند. هذول الكربوكاتيف بيكونوا هاي ستيبل بيوتو ريزونانس. ليش؟ لأن بوز الشارج بتغير موقعها والدبل بوند بتغير موقعه من خلال الكونجيكيشن. فلو أخذنا هذا الكربوكاتيف بكلاس أو سكندري، هذا السكندري ريلاتيفلي إيكوال ستيبل تو ذا تيرشري كلاسيكال كربوكاتيف. واي؟ دو تو ذا ريزونانس ستيبلايزيشن إيفكت. فالدبل بوند كود بي شيفت فروم هير تو هير وتصبح بوزيتيف تشارج الكربون هاي، بصير في عندنا برايمري كاربون. هذا النوع من الكاربون يا شباب بسموه الليليك كاربون. الليليك ليش؟ يكون في عندك كاربون كاربون دبل بوند، الكربون اللي جنبه هي اللي عليها بوزيتيف تشارج. فالدبل بوند هي اللي تعمل ريزونانس مع بوزيتيف تشارج. اذا وجد هذا السيستم بسموه الليليك. فالكلاس هون سكندري الليليك، الكلاس هون برايمري الليليك، لأن الكربون تعمل بوزيتيف تشارج تكون برايمري. لأن وات از ذا اكتوال ستراكشر اوف ذيس كاربوكاتيون؟ نوت ذيس وان، نوت ذيس وان، بس ا هايبريد اوف بوث، which is represented here. بمعنى آخر إنه الدبل بوند تتحرك على تو سيجما بوندز اللي هون واللي هون، وبصير لها ديلوكاليزيشن. فإذا بتتذكر واخذ مسافة من البوند بوردر، هون بيكون اثنين واحد سيجما واحد باي، هنا واحد لانه واحد سيجما، هنا نفس الشيء واحد سيجما بيكون واحد، هنا اثنين لانه واحد سيجما واحد باي، لكن بهذا السيستم الان البولد اوردر بيكون 1.5، واحد سيجما ونص باي، واحد سيجما ونص باي، وبالتالي بوث بونز ار سترونجر ذان سيجما بونز، ويصبح السيستم
system more stable with distribution of the positive charge. Instead of localized positive charge on this carbon, the positive charge actually is distributed on three carbons. دائما الشحنة لما تتوزع على أكثر من ذرة بصير ديستيبل. فمثل ما تكون سالب واحد على ذرة واحدة تكون ثلث على كل واحدة من ثلاث ذرات. فصارت تقترب من الصفر يعني صار السيستم أقرب ما يكون إلى النيوترال سيستم. وهذا كله يحدث في الحقيقة بسبب الريزونانس ستيبلايزيشن. وفي راديكالز حكينا عنهم وهي شكلهم. يشبه الكارب كاتيون من حيث الاستيبيليتي. في عندنا برضو انساتوريتد راديكالز يعني في انليت راديكال. وبالتالي هذا الانليت راديكال زي الكارب كاتيون كان بيستيبلايز ثرو ريزونانس. كيف يصير الريزونانس؟ الالكترون المفرد الموجود هون مع الالكترون من البايلينج واحد يجوا بيعملوا باي بوند بظل الالكترون مفرد. وبالتالي الفكر يعني ينتقل من ذره لذره. عمليه الانتقال هاي تؤدي الى زياده بالستيبل. فالفري راديكال موجود بشكل اكبر على طرفي الاكسس مع تغير بالكونتور زي ما احنا. الكربونيون عكس الفري راديكال والكربونيون من حيث الستيبل. ليش؟ لانه الكربون صار في عندنا نيجاتيف تشارج. فلما تكون الار الكترون دوميتنج تعطي الالكترونات للكربون بتزيد الشحن السالب. لما تزيد الشحن السالب يقل الستيبل. واضح؟ لذلك التيرشري كربونيون بيكون هو الليست ستيبل. سكندري مور ستيبل، برايمري مور ستيبل، المثل هو الموست ستيبل. وهذا هو الجيومتري وهذا هو التهجين بالنسبه للافلاك المرتبطه مع ذره الكربون. لأن الكربونين يا شباب بشكل عام نيكروفيليك اند بيسك نيتشر. نيكروفيليك اند بيسك. بيس ليش؟ لأنه في عنده لون بير ومان بوندينج. وبالتالي ات بيهيفز لايك ليك سبيس. يعني الكترون بير دونر ممكن يعطي الالكترونات الموجودات عنده لاسف. لذلك هو يتصور كبيس. أي مادة بيسك نيتشر تكون نيكروفايل. أي بيس تصرف كميكروفايل. شو الميكروفايل؟ يعني شيء بيهاجم شيء بيحمل شحن موجود، بيهاجم الانويه. فالميكروفايل زي ما حكينا سابقا معناها نكليوس فايل. فايل باللاتيني معناها لايك او لفظ. فهو بيحب الانويه. ليش بيحب النواه؟ لانه النواه موجوده. ليش بيحب النواه الموجوده؟ لانه عنده شحن سالب. السالب بيروح على الموجب يعني بصير بيناتهم تجارب كهربائيه وبالتالي بتصرف كنيوكلوفايل. العكس تماما طبعا بالنسبه للكاربوكاتيون. الكاربوكاتيون بيكون عاده الكترون ديفيشنت اللي عنده نقص الالكترونات وبالتالي بيهيف باي ان الكتروفايل. الكتروفايل يعني الكترون فايل يعني لابس لايكس وايد لانه عنده نقص من الالكترونات عنده شحن موجب فبحب الالكترونات اللي شحنتها السالبه مشان اعاده الشحن الموجب الموجود عنده. اوكي؟ اذا الكربوكاتيون يتصرف كالكتروفايل الكربونيون كنيوكلوفايل هذا اكزامبل طبعا على الفيسيس للكربونيون لانه حكينا انه الكربونيون بيس وميكروفايل. فتخيل لو فعلت معين اتش 3 هل اتش 3 هل هي اسيد ام بيس؟ بيس. الكربونيون اكثر بيسيس منها يعتبر بيس دون بيس فبيخلي الامونيا اللي هي بيس تصير تتصرف كاسيد. بمعنى اخر ياخذ البروتون منها عشان يعادل الشكل الموجب اللي عندها، بياخذ اتش بلس بتحول الى الكريم هيدروكاربون ستيبل بيكون الماي لو فيري سترونج بيس. فيري سترونج بيس، فهذا يدلل تعليقا على البيسيس العالي بالنسبه للكربونيون. اخر شيء هو
هو الكاربين. الكاربين زي ما حكينا عبارة عن كارب من الكاربين عند النيوترال ما عندها هي شحنة. ليش؟ لأن الفورمال تشارج عليها صفر. ليش؟ لأنه تمتلك أربع الكترونات، اثنين اللي هم الكومبيت واثنين مشاركة فيهم تكوين السيجما بوند، صاروا أربعة وهي المجموعة الرابعة. فلا كسبة ولا خسارة في الشحنة عليها صفر. أوكي؟ الآن الكاربين زي الكاربون كاتيون في عندها فيكت في أوربيتال، في عندها فلك فاعل. هذا اللي خلاها تكون انترميديت، بمعنى آخر نوت هاي ستيبل، استيبلتي لها قليلة، فعندها رغبة بالتفاعل معناها متعادلة. أوكي؟ مع إيش تتفاعل؟ مع الكتروفايل ولا مع الكتروفايل؟ بالأغلب تتفاعل مع الكتروفايل. ليش؟ وبالتالي تتصرف كبير سبيس، يعني زي الكربونين ممكن تعطي زوج الالكترونات هذا لايش بحاجة. اوكي، ايش التهجين عن الكربون؟ شو تهجين الكربونين؟ اسبيتو، يعني زي الكربون كاتيون وزي الفري راديكال. كيف بتكون الكربين؟ الكربين يا شباب بتكون من تفاعل البروموفورم، هذا بسموه، او كلوروفورم CHCl3 او CHBr3. ليش؟ لان الكربون يعني عليها ثلاثه هالوجين اتومز، وهدول الثلاث ذرات كلهم هاي الكترونيجيتيف، وبالتالي الرابط هاي هاي بولر بيسحب الالكترونات من الكربون. الكربون لما يصير عنده نقص بيسحب الالكترونات بشده من الهيدروجين الصغير الضعيف اللي كانوا سميه تعيد المخابره. وبالتالي ارتباط الكربون بالهيدروجين ضعيف بسبب الهاي بولاريتي. فاذا بتجيب سترونج بيس، سترونج بيس هاي بتعطي زوج الكترونات للهج حتى تعوض عن الالكترونات اللي قاعد تسحب فيهم الكربون. وبالتالي تنكسر الرابطه مع الكربون والبيس هاي بتاخذ الهج. إذا جبت هاي الأوكسايد وتاخذ اتش بلس ايش بتكون؟ تكون اتش تو، ووتر اللي هو هاي ستيبل مولكيول. وشو بضل؟ بضل الكربانيون. هذا الكربانيون في نيجاتيف تشارج مع ثلاث ذرات برونز. لأن إذا طلعت على الكربون في عليها شكل سالب، الشكل السالب على الكربون هو الفيري ستيبل. فلذلك بيحاول يزيد ستيبلتي عن طريق إخراج الشحن السالب. كيف بخرجها؟ بفقد واحدة من ذرات البروم هي والالكترونات الرابطة. بتطلع اس بي ار ماينس. لما تطلع اس بي ار ماينس بضل في عندك على الكربون فقط ذرتي بروم وزوج الالكترونات الحر، فلذلك هاي بتكون عبارة عن داي فيلنت كربون اللي هي عبارة عن كاربين. كاربين. هذا الكاربين هو عبارة عن انترميدت لا يعيش في الأبد. يعيش فترة مؤقتة وإذا في أيام الإلكتروفايل يتفاعل معه حتى يكون مركب مستقر. هذا ملخص طبعا للرياكتيف سبيشيز اللي حكينا عنهم، الكاربوكاتين والراديكال والكربونين والكاربين والأوردر سبيشيز بتاعهم اللي حكيناه والبروباليتيز، إنه الكاربوكاتين إلكتروفيليك إن نيتشر فبتصرف أز لويس أسيد وهو سترونج أسيد. الراديكال الكترون ديفيشنت عنده نقص الالكترونات فغالبا بحب ياخذ الكترون حتى يكون ستيبل كومباوند. الكربونين تصرف كان ليكويفاي اتبيهج لايك بلو سبيس اند سترونج بيس. الكاربين اوكي عاده ما يكون لهذا الكلاس وبوث نيكروفيليك اند نيكروفيليك نيتشر. يفضل انه يكون نيكروفيليك نيتشر يتفاعل مع الكتروفايل لانه الكترون ريتش، انه لون بير الكترونز، لكن ممكن كمان ياخذ الكترونات لانه في عنده ام تي بي اوريتي، فممكن يتفاعل ايضا مع الكتروفايل. يتفاعل مع الكتروفايل او مع الكتروفايل، الافضل مع الكتروفايل. هاي نهاية هذا الشابتر، في احد عنده اي اسئله يا شباب؟ شابتر 4 يا انت مش
الشعوب الثانية سالفين وكثير. طيب دكتور، السكند السكند رح يكون احنا والشعب الثاني سوا صح؟ اه سوا. إذا بقول لكم أنا طالب زيكم 211 كنت أدرس 8 ساعات اليوم 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 الواحد كتب الورقة لكن كان زمان ورسمان بويت هنقدم والسوليوشن مانوال تاعه دائما حاملين معاي معاي شتة وين ما أروح حاملين معاي وين ما أروح وين ما أقعد أدرس على المهنة تقدر تستفيد منها نعم حتى التوجيه خمس ساعات توجيه أكثر التوجيه زمان زي التوجيه تبعك والله التوجيه تبعك وهسه ما بيعادل المترك اللي كان معي مسافة إعدادي كان في المترك كمان زي التوجيه يعني تمتحن امتحان وزارة ثالث إعدادي يا بتروح بتكمل الأكاديمية يا شباب للشابتر الثاني شابتر جديد
شفت الجديد الان مختلف عن كل اللي درسته. ليش؟ تكلم عن موضوع مختلف. هذا الموضوع يسموه الستيريو كيمستري. ايش يعني الستيريو كيمستري؟ الكيمياء الفراغيه. شو يعني كيمياء فراغيه؟ يعني الان بدنا ندخل على ابتعاد في جزيئات مركبات ونصير نطلع على كل جزيء من الجزيئات كيف شكله؟ كيف توزيع الروابط حول ذراته؟ شو علاقة كل جزيء من الجزيئات اللي بنحيط فيه؟ طبعا هذا الكلام تخيلي، ما بنقدرش نفوت على لاعب عام ولا بنقدر نشوف الجزيء لأن الجزيء صغير كثير. لكن قدروا يتوصل إلى أشكال الجزيئات من خلال قواعد لويس رولز. قواعد لويس اللي أعطتنا 3 دايمنشن ستراكشر. صرنا نتخيل ستراكشر وطرح الطرق لرسم شكل الجزيء وصار يشوفوا شكل الجزيء هذا، هل هو شكل وحيد ولا في أشكال أخرى لنفس الجزيء؟ فهي هي مبدأ تاع الستيريو كيمستري. فإحنا أخذنا سابقا من الستيريو كيمستري ما يسمى بالأيسومرز. الأيسومرز معناها المتشاكلات الفراغية اللي قلنا تكون جزيئات لها نفس الصيغة الجزيئية لكن طريقة ارتباط الذرات أو ترتيبها مختلف. فلذلك درسنا الكونستيتيوشنال ايسومر اللي تذكر او الستركتشرال ايسومرز اللي منها مثلا البنتان الايزوبنتان الميليبنتان عباره عن تركيب مختلف لخمس ذرات كربون داخل البنتان. بعدين اخذنا ستيريو ايسومرز. ستيريو ايسومرز حكينا سيم كونكتفز يعني نفس طرق الارتباط بين الذرات بس بالديفرنسيشن ارينجمنت طريقة توزيعهم بالفراغ مختلف. من الأمثلة عليهم هذول الكونفورميشن الايسومرز اللي أخذناهم برضو شابتر 1 قلنا إذا في عندنا كاربون كاربون سيليكون يكون حول فري روتيشن بيتكون ايسومرز شو سميناهم؟ فري روتيشن شو؟ الإفلكس والإزدادة والأنطي فهذولا ناتجين عن فري روتيشن أباوت كارمون كارمون سيليكون أند ذي كانت بي سيبريتد بيتحولوا لبعض مش كل واحد موجود ومنفصل عن الآخر. الكونفورميشن ناتجين إما عن روتيشن أباوت كارمون كارمون سيليكون أو في نوع ثاني يسموه الأمين إنفيرجن يعني زي الأمونيا NH3 اللي الجيومتري لها ايش؟ شو الجيومتري لها؟ ركن بيرابيد. الان اذا كانت هاي ار 1 ار 2 ار 3 وعندك زوجة الكرونات حولك هذا الجزيء ما لهوش شكل ثابت في لون عملية انفيرجن يا بيكون ايه؟ يا بيكون من فوق بس هاي يسموها عملية تفليبن او انفيرجن زي ما تكون حامل شمسية شمسية تجي من لفوق. الثانية هذولا زي عملية الفري روتيشن زي عملية الدوران. شو يا سامي؟ مثبت؟ اوكي؟ إذا الأمين الجرجي يعمل كونفورميشن للايسومرز اللي هو ناتج عما يشبك عملية الدوران حول الرابط لكن هون الانفيرجن حول الذرة المركزية اللي هي ذرة النيتروجين. اللي راح نركز عليه في هذا الشابتر في الستيريو ايسومرز اللي هم الكونفجريشن للايسومرز يسموهم كونفجريشن للايسومرز هذول كمان بيسبريشن اللي منهم اللي حكيت عنهم سيستمز ايسومرز مكان عندنا دبل بوند اما بيكون سيست او بيكون ترانس سبستيتوانتس اللي عليه. اثنين زياده. جيتوا متاخرات. اوكي في سيست ترانس والسيست ترانس وين اخذناها؟ اخذناها من قبل الكينيز كل مجموعتين هندسين سايد
or at different sides أو وين؟ بتتذكروا وين؟ شايفين شو؟ السايكل الكينز داي سبستيتيوتد سايكل الكينز يكون عندك سايكل الكين ممكن يكون عليه مجموعتين at the same side or at different sides. السايكل الكين ما فيها في روتيشن لذلك يكون فيها سيستم ترانسفيشنز هذول بسموهم جيومتريكال او كونفدريشنال ايسومرز والنوع الاهم اللي راح ندرسه بهذا الشابتر اللي هم ايسومرز ستيريو ايسومرز كونفدريشنال ايسومرز ناتجين عن ما يسمى بالايسومتريك سنترز داخل المركب في ذات الكربون مميزه غير متماثله فيش تماثل حولها تصنع ايسومرز اللي هم راح نتكلم فيهم لان اساس الايسومرز في هذا الشابتر يا شباب هو الكايرومتري مين عرفوها الكايرومتري؟ عرفوها من شكل الايدين فقبل ما يسموها الكايرومتري كانوا يسموها هاندنس هاندنس لان كل واحد منا كبشر في له ايدين ايدين هذول شو نسميهم؟ ايدين شو اسميهم؟ ليفت ورايت يعني ايد يمين وايد يسار يختلفوا عن بعض الايدين يختلفوا عن بعض ايش؟ ممتاز نعم يختلفوا عن بعض بالاتجاه كمكونات له في خنصر بنصر وسطى سبابة دمام المكونات نفسها الفارق الوحيد بيناتهم الاورينتيشن الاتجاه هذا الخنصر متجه نحو اليمين وهذا نحو اليسار وكذلك باقي الاصابع عكس بعض ولذلك سموا هاي الايد ايد يمين وهذه ايد يسار الان الفرق يتاكد بيناتهم اذا حاولنا نطبقهم على بعض هل يتطابقوا؟ لا اذا الايدين the same ولا different؟ they are different اذا الايد اليمين والايد اليسار مختلفه والدليل هاي سميت كل سوية كان ليس تطابقا ايوه هاي مراية صورة لبعض فلو جبت جلاف سميكة تبعت فرو من بس الايام الثلج من بلد القارس جيب الكفة اليمين وحطها باليد اليسار تدخل لا لانه شكلها مختلف ما بتركبها لو بلاستيك مطاط تركب لانه بتاخذ شكل الجسم اللي تلبسه بس تبعات الفرو والسميكات مستحيل ما بتركب في جرابين كمان على شكل اصابع صوفيات اسماك يعني تجيب تبعات اليمين وتلبسها باليسار تزبط معك شكلها مختلف لانه حجم الاصابع مختلف اذا اليمين واليسار مختلفات من هون اجت فكره الكايرو صار يقولون انه اي اوبجكت مش بس المركبات الكيميائية يا شباب كل الأجسام الموجودة في الكون في الدنيا كمخلوقات could be either chiral or achiral chiral or achiral chiral يعني تحمل صفة الكايراليتي achiral ايش يعني achiral؟ ايه لما تلزقها مع الاسم شو بصير؟ أداة نفي مش أداة تعريف بارتيكل إيه مفصول عن الاسم يصير للتعريف أوكي لأنه تلزقها مع الاسم يصير أداة نفي فلذلك الجزيئات المركبات تبقي أيضا كايرال و إيه كايرال كايرال تحمل صفة الكايرال إيه كايرال لا تحمل صفة الكايرال متى تكون المركب كايرال؟ أو الجسم يكون كايرال حكينا أن الأوبجكت إز كايرال إف إتس ميرور إيمج إز ديفرنت فروم ذا أوريجينال أوبجكت يعني جيب جسم نفرض هذا الجسم اللي في اليسار
المرر المشتعل بيدنامين. يعني لو جبت مرآة هون وضعتها، هاي صورة اليد اليسار واليد اليمين، صورة لبعض. قلنا لا يتطابق على بعض. إذا لا يتطابق معناته هو ديفرنت. إذا أنا وصورتي جسمين مختلفين لا نتطابق مع بعضنا البعض. هاي الحالة بنقول عن كل واحد من هذول الاثنين جسم وصورته انهم كايرال، يحمل صفة الكايرالية. اوكي؟ متى بيكون المركب كايرال؟ للتبسيط، إذا أي جسم أي جزيء لا تستطيع قصه أو قسمته إلى نصفين متماثلين يكون كايرال. يعني هاي السنين اللي أمامكم بقدر أقصها لنصفين متماثلين؟ طبعا بقدر أقصها بالنص تطلع نصفين متماثلين. معناته هل هاي السكرين كايرال؟ لا، هاي ليست كايرال. ايه كايرال؟ اوكي؟ الكرسي اللي انت جالس عليه نقدر نوصله بنصفين متماثلين؟ لا. طبعا لا، لانه المركب لليد اليمين مش لليد اليسار. اذا هذا شو بيكون؟ كايرال. كايرال بالضبط. اوكي؟ حبة البرتقال. ايه كايرال. بطيخة. ايه كايرال. السيارة. الأطباء بيقولوا لك إنه كمان أعضائك مش متماثلة، بالأغلب الأعضاء اليمين أكبر من اليسار، حتى جوا يعني بالكلى وبالرئة اليمين أكبر شوي من اليسار، سبحان الله هيك ربنا خلقنا. أوكي؟ فلذلك أنت كبني آدم تعتبر كايرات. بشكل عام الإي كايرات أحلى من الكايرات، أجمل، فيهم تماثل. يعني شكل البني آدم من برا لما يكون كل أعضائه فيها تماثل تناسق يكون جميل شكله، يكون في شيء بيختلف عن شيء بصير التماثل أقل، بصير صفة الجمال أقل. حتى بالنباتات شوف شجرة هي متماثلة، شجرة السرو، شجرة الحور، شجرة الزيتون، كل متماثلة هي شكلها، يكون أجمل ما يكون مايل على جنب واللي فيها جنب الغصن مكسور او شيء من هذا. اذا الكايراليتي للتبسيط مركب بيكون كايرال اذا ما بقدر اقصه بالنص. هذا مكان القص بسموه بلين سيمتري، مستوى تماثل، يعني كل شيء قباله شيء زي بيشبهه، ففي نصفين متماثلين. هذا بيكون ايه كايرال؟ بيحتوي على بلين سيمتري أو مستوى تماثل، كون الجسم إيه كايرال. هذا مش مهم كثير. أكثر أهمية اللي هو كايرال، يعني ما فيهوش بلين سيمتري، بقدرش أقصه بنصفين متماثلين. أوكي؟ فعلى هذا الأساس بنقسم كل المواد لكايرال أو إيه كايرال. الآن المركبات الكايرال يا شباب زي ما حكينا It's mirror image is different from the original image. الميرور ايمج اللي هي صوره او الخيال، تكون انت واقف قدام المراه لك صوره لك خيال، ولو جينا عملنا موديل لهذا الخيال صار مجسم وحاولنا نطبقه عليك نشوف بنطبق عليك او ما بنطبق عليك. That cannot be superimposed archive. فاذا كان هذا المجسم بتاع صورتك لا ينطبق عليك نادر ابتكار الكوكب، لكن اذا انطبق عليك
واحد جديد هنا. R A K A K بمعناها not K. هاي اسمها الكاء. الآن متى يكون المركب كايرال؟ يعني الجزيء الكيميائي متى يكون كايرال؟ قلنا المركب الكيميائي يكون كايرال إذا كان يحتوي على كايرال كهرباء. مركب يكون كايرال إذا كان يحتوي على كايرال أتوم. شو هي الكايرال أتوم؟ It is a carbon atom bonded to four different groups. ذرة كربون زي ما اخذنا من بدايه الفصل اذا كان الهيدروكربون ساتوريتد معناته لازم حول الكربون يكون اربع روابط. الاربع روابط هاي اذا كانت متصله مع اربع ذرات واربع مجموعات مختلفه يكون الجزيء غير متماثل. يعني هم وصورته يستحيل يتطابقوا. ليش؟ لانه يعني لو اخذت هذا الجزيء هذا مثلا هاي الكرة شو لونها بين الكتب؟ أخضر. هاي أزرق. أزرق. هاي زهر. خمر يا أحمر إن شاء الله زيك. هاي أصفر. أصفر. وهاي أصفر. هاي ذرة الكربون حولها أربع مجموعات مختلفة. هاي الكربون يسموها كايرال الكربون. أوكي؟ إذن تعرف الكايرال الكربون It is a carbon atom that is bonded to four different groups. أربع مجموعات مختلفة. حتى يميزوها تشوفها بالكتاب حطوا عليها ستار صغيرة نجمة. هاي النجمة إذا بتشوفها على أي ذرة معناتها هاي الذرة كايرال. شو يعني كايرال؟ متصلة بأربع مجموعات مختلفة. بهذا الآن النموذج الجزيء حول أربع مجموعات مختلفة. هاي الصورة تبعته وضعهم الآن. هاي صورته. صورته كيف؟ هاي بالضبط اللي بالأصفر وين اتجاهها؟ للداخل على اليمين. يعني للداخل على اليمين هذا الشكل. صورتها للداخل على اليسار. بالضبط. هاي نحو اليسار بالنسبة لي. هاي صورتها صور نحو اليمين العكس تماما. هاي ثلاث نحو اليمين ثلاث نحو اليسار الاتجاه هذول الثنتين متوازيات للاعلى على نفس المسافه الى الاتجاه الان لو جبت هذا المجسم حاول تركبه على المجسم هذا مستحيل يتطابق مستحيل ما تطابقوش ممكن يتطابق ثلاثين او ثلاث لكن الاربعه يستحيل اذا هذول ميرور ايمجز صورة لبعض but not super impossible لا يتطابقوا على بعض إذا هذول يكون كايرال كومباوندز هذا كايرال وهذا كايرال أي مركب الآن لا يتطابق مع صورته يصير زوجة أو اثنين صار كانوا مركبين مختلفين هذول الزوج علاقتهم مع بعضهم البعض يسموهم إناث مارس مارس او البعض بيقول ايناتشو مارس اوكي سواء ايناتشو مارس او ايناتشو مارس تعرفهم لارك كومباوندز بعد ارك كومباوندز كانوا ديفرنت كومباوندز مع انهم مكوناتهم بالاصل نفس الشيء نفس الذرات نفس الروابط شو اللي اختلف؟ الاتجاه الاتجاه التوجه الفرعي The arc bonds that are non-superimposable لا يتطابقوا mirror image صورة لبعض. The amplitude that is chiral must have an inanimate بمعنى آخر إذا لقيت أي جزيء وشفت إنه بداخله في chiral center معناته تتوقع شو يكون فيه؟ في مركب ثاني صورة إله بالضبط شكل إذا في كايرال سنتر أي جزيء معناته في جزيئين تكونوا من هذا المركب صورة لبعض ولا ينقطع على بعضهم البعض أوكي؟ واضح؟ مثال على ذلك يا شباب مر علينا بالذكر هذا المركب مين بيعرف يسميه؟ أعطيني اسمه لا يبالي
شو اسمه؟ اسم العالي يعني هسه ما تفكر بالشكل. شو اسمها؟ سي اتش 3 سي اتش بي ار سي اتش 2 سي اتش 3 شو اسمه؟ اي باك نيم مركب بسيط يعني ايزومتريك اسمه اي باك نيم كم كربون بالمركب؟ طيب أربعة شو اسمه المركب؟ طيب شو صار الاسم؟ ايش؟ بالضبط هذا اسمه تو برومو بيوتان تو برومو بيوتان لما درسنا الالكينز كنا ناخذ الاسماء وما نهتم بالشكل كان شيء مهم الشكل يعني صرنا نهتم بالشكل الشكل مهم جدا اوكي فتطلع هذا المركب هذا الديسكريبتيف ستراكشر تاعه اللي اجاك هو في غالب الامتحان فيرست واللي اطلاع جدا ممكن يعرفوا شو ليش سالتك عنه؟ لانه مهم الان الستريبتيف لازم تعرف ترسم وتتخيله اذا ما عرفت ترسم وتتخيله ما راح تفهم ستريبتيف فاللي ما بيعرف يرسم بيرس بوتل يرجع للبيرس بوتل من مادة البيرس اللي مش داخل بالسكن اوكي لكن الان داخل على الشيء لانه راح يتكرر فهو موضوع مهم بالنسبة لي بالطبع شو عندك؟ هاي الكاريوس سنتر عليها ستار هي الكربون بالاسود عليها من على سي اتش 3 بعيدا عنها عليها هيدروجين باتجاهنا في عليها بي ار نحن اليسار في ايثر 2 إذا هاي الكربونة تعلم عليها أربع مجموعات مختلفة هم مثل مثل هاي الكربونة وبروم لذلك هاي الكربونة بيقول عنها كارل سنتر كارل سنتر معناته المركب اللي بيحتوي كارل سنتر كايرل يحمل صفة الكايرل إذا هذا المركب له صورة لا تنطبق عليه ايش العلاقة بين هذا المركب وصورته؟ بير وبين انتي والت عبارة عن بير وبين انتي والت الزوج من الـ انتي والت اوكي؟ حتى يميزوهم يصفوهم بير وبين انتي والت شو انتي والت؟ هذا تعريفه تو ستيريو ايسومرز ذات ار ميرور ايمجز بات نان سوبر امبوسيبل متشاكلين فرعيين صورة لبعض ولا ينطبقوا على بعض هذول يسموهم بير وبين انتي والت طبعا في اسماء اخرى يا شباب الكارل سنتر يعني ممكن تلاقي بكتاب او كتب اخرى بدل ما يسموه كارل سنتر يسموه ستيريوجينيك سنتر ستيريوجينيك سنتر ستيريو سنتر اسيمتريك سنتر كلياتها مسميات لنفس الشيء عبارة عن ذرة كربون عليها أربع مجموعات مختلفة سواء كان سنتر ستيريو سنتر ستيريو كيمستري سنتر ستيريو جينيك سنتر كارل سنتر اسيمتريك سنتر كلها من نفس المعنى اوكي ذرة كربون يحيط فيها أربع مجموعات مختلفة الآن هل الكارل سنتر مقصورة على ذرات الكربون فقط؟ لا في مركبات أخرى تحتوي على ذرات غير الكربون بتكون كايرل زي النيتروجين اللي مرسوم هاي ذرة النيتروجين على شكل كواتيرنري أمونيوم سولت النيتروجين الآن مرتبطة مع مجموعات مختلفة هاي النيتروجين تعتبر كايرل سنتر بمعنى آخر انه هذا ستيريو ايسومر فيه صورة لا تنطبق عليه يعني بنوجد على شكل كبير من الانتوماس اوكي هذا الكلام طبعا بيعني انه كل الجزيئات الكايرة الموجودة بالطبيعة المفروض تكون موجودة على شكل الزوج
ازواج من الناس مارس. ازواج زي التوام توام. دكتور كل شيء في صوره لا تنطبق عليه. هسه السيس والترانس يعني مثال كمان على هاي. السيس والترانس هم ستيريو ايسومرز لكن هم مش انانتي مارس. اي مرسومين اخر شيء الان هذا المركب اللي هو السيس الثاني اللي هو ترانس مثل يكون عكس بعض. هل هم صوره لبعض؟ سيس والترانس لو في مرايه هل هم صوره لبعض؟ لا. هل ينطبقوا على بعض؟ لا. لبطلوا يسموهم انانتي مارس. اذا الان فتح مخك شوي ها؟ اذا مركب وصورته لا ينطبقوا على بعض سميناهم ايش؟ انانتي مارس. طيب مركب وشكل اخر من اشكاله مش صوره له وبنطبقش عليه شو العلاقه هذول بيناتهم؟ بصيروا يسموهم دايستيريو مارس. إذا السيس والترانس هم ستيريو ايسومارس لكنهم دايستيريو مارس. ايش دايستيريو مارس؟ نان ميرور ايمج نان سوبر امبوسيبل ستيريو ايسومارس. لا هم صورة بعض ولا بنطبق على بعض لكن هم لهم نفس الصيغة الكيميائية فيهم نفس الذرات فيهم نفس الروابط فقط التوجه الفرامل بتاعهم. الاي كاير الاي كاير كومبانس يا شباب زي هذا المركب اذا الكربون يحط فيها كم نوع من مجموعات من الذرات؟ كم نوع؟ ثلاث انواع. هذا نوع اخضر النوع الثاني الازرق وهي ثلاث نفس المهم صار ثلاث انواع مش اربعه. هذا المركب الان لو جبت مرآة صورة العدو تنطبق عليه. كيف تنطبق عليه؟ طلع الشكل هذا اللي على اليمين بس انه لفه 180 درجة وروح ركبه على الشكل الثاني ذكر عليه تماما بتطابق عليه 100%. ليش انطبق؟ لأنه الآن لو أجيت على هذا المركب يا شباب وقصيته بالنص طلع معي الشكل بيلعب على التليفون أو بيلعب على التليفون طلع معي انا مش حكيت مثل ما طلعت. تيجي على الكره الخضراء بتقصها بالنص بعدين الرابطه هاي بتقصها بالنص الكره السوداء بتقصها بالنص هاي الرابطه بالنص والكره الزرقاء بالنص بيطلع عندك قسمين متطابقين متماثلين. طالما في اثنين سيمتري قسمين متماثلين لان هذا المركب اي كاير. ايش اي كاير؟ يعني مو صورته بتطابقوا على بعض. إذا إشي مو صورته بتطابقوا على بعض، معناته كم إشي هذول؟ واحد. لأنه هذا الإشي بينطبق على الإشي الثاني، لأنه هذول مش شيئين، هذول شيء واحد، متطابقين، بنسميهم ايدنتيكال. أوكي؟ ايدنتيكال متماثلين. إذا ما تطابقوا صاروا شيئين مختلفين، سميناهم إيدنتيكال. الاساس وجود اثنين سيمتري مستوى التماثل. اذا كان موديول في اثنين سيمتري نحكي عنه اي كاير. هذا في اثنين سيمتري هذا في اثنين سيمتري اذا اي كاير. نفس الشيء قلت سايكلوكين هذا المركب 1 2 دايكلورو سايكلو بنتين سيس هذا ممكن نقول صوره قسمين متماثلين، اذا هذا كايرال ولا اي كايرال؟ اي كايرال. اي نفس الشيء هون، نقول صوره قسمين متماثلين. اي كايرال. طيب في ترانس اقدر اقول صوره قسمين متماثلين؟ نعم. ولذلك هذا شو يعتبر؟ كايرال. نفس الشيء هذا يعتبر كايرال. فهذا المركب هو صورته بنطبقوا على بعض اذا صاروا هاي واحد بينما هذا
وصورته لو حاولت تطبقهم على بعض ما تطبقوش على بعض. ولذلك يكون عباره عن غير من الناس. طيب لان يا شباب الجزيئات النسبيه الجزيئات الصغيره يسهل تخيلها في الاشراف عليها يعني في هاش المكان سنتر. لكن هاي المركبات بالطبيعه في بعضها يحتوي على 20 على 60 على 100 كايرو سنتر. 100 كايرو سنتر وكل كايرو سنتر بده يكون فيه له مركب ثاني صوره له. لان في علاقه بقول لك قديش عدد الستيريو ايسومرز لكل مركب بيحتوي على كايرو سنتر. هاي العلاقه اللي هي 2 to the power n. 2 to the power n. اوكي؟ هذا شو 2 to the power n؟ ماكسيموم نمبر اوف ستيريو ايسومرز يساوي 2 للقوة n. شو هي n؟ نمبر اوف كايرال سنتر. إذا المركب في وش إلا كايرال سنتر واحد واثنين القوة واحد اثنين والمركب وصوله اللي هما بير من النمرز. طيب إذا في تو كايرال سنتر بصير أربعة. تخيل. طيب إذا في ثلاث موجود فعليا موجود يعني ما اختفى
موجود. شو صار؟ الناس صار عندها مناعة ضده وبطل يأثر على الناس، يعني عايش وموجود لكن بطل يخوف. زي ايش؟ زي ما يكون مثلا حيوان مفترس ونجيبه وتروضه يصير حيوان أليف. بتشوف في ناس عندهم بيوتهم نمر وعنده أسد وعايش معاه بالبيت، وفي ناس عندهم سحلية وعنده أفعى وعايش بالبيت، دجنها. كيف؟ هذا البيت كان دجناه الآن عن طريق جهاز المناعة اللي بأجسامه، فصار تأثيره على البشر أخف من ذي قبل، إلا إذا تحول وطلع أنواع جديدة من المناعة. كيف بيتحول؟ ركز معي الآن يا شباب. داخل أجسامنا في ريسبتورز مستقبلات، لأن كيف أنت بتشم روائح المواد؟ كيف تتذوق؟ من خلال الريسبتورز المستقبلات. على أي أساس هاي بتشتغل؟ بالغالب على الشكل. يعني أنت ليش بتشم رائحة الليمون؟ هذا ليمون، رائحة البراق براق، موز موز، تفاح تفاح، وعطر فلان كذا، لأنه إشي بتبخر منه وبدخل لأنفك والمستقبلات تيجي بدخل داخلها وبتحلل معلومات عن هذا الشيء بناء على معلومات سابقة. يعني أنت أول ما تنولد تعرف شو طعم الأشياء ولا روائح، لكن شوي شوي تبلش تاكل وتتذوق وطعمه كيلك وتشم روائح الأشياء وتخزنها دماغك. بعدين تصير تربط الأشياء ببعض، فلما تشم رائحة شيء تقول والله هذا زي ريحة كذا، هذا زي ريحة كذا، بناء على معلومة سابقة عندك. مين اللي حللها؟ المستقبل الموجود بجسمك. فالآن داخل الخلايا نفس الشيء في ريسبتورز. هاي الريسبتورز تشتغل بناء على شكل الجزيء. ماشي؟ فالفيروس شفته على سطحه في أشكال يعني طوقات. ففي مستقبلات داخل جسم الإنسان. فهذا الفيروس إذا أجى دخل يعني لقاه بنفس المكان المناسب لشكله لا تسبب مرض. إذا غيرنا بشكل المستقبل أو بشكل هذا الجسم بحيث لما إجا بده يدخل ما لقى نفس المكان المناسب له يسببش مرض. لذلك بهاي الطريقة بيخترعوا العلاجات والأدوية. يجوا على الفيروس بيحللوا الدي إن إيه الموجود على سطحه، بيصمموا مادة تركب على الدي إن إيه تعطله. لو دخل على جسمك فيش شيء يستقبله وبيطلع ما بأثر عليه، لكن إذا في يجي استقبل وارتبط معاه خلص صار جزء من جسمك وبلش يخرب ودمه. من هون نستلم الكيمستري مهمة. هذا الشابتر تدرسه هون رح تدرسه بالبيو كيمستري ليتر. فالآن الأشكال هاي اللي قلنا فيها 60 كارل سنتر مستحيل أقدر أتخيل الشكل وصورته. فقال لك في طريقة أسهل حتى نميز المركب عن صورته. من خلال إيش؟ من خلال ما يسمى بالكونفجريشن. الكونفجريشن، فكل كارل سنتر له كونفجريشن خاص فيه. كيف بدنا نطلع الكونفجريشن يا شباب؟ من خلال قواعد وضعوها العلماء اللي هم العالم كان انجول وبلولوك. بسموها كان انجول وبلولوك كونفنشن او رولز. ماشي؟ فقال لك اي كابل سنتر زي ما قلنا بيكون له كم ستيريو ايسومر؟ كايرل سنتر بسمع كم ستيريو ايسومر؟ اثنين قلنا، والمركب وصورته. فاتفقوا قالوا طلع الكونفجريشن لواحد منهم، والكونفجريشن سموه اما ار او اس. فاذا واحد الكونفجريشن له ار الثاني شو بيكون؟ اس. اذا لقيته اس شو بيكون الثاني؟ ار. فلذلك كل الكايرل سنترز الكونفجريشن حولها يا ار يا اس. طيب كيف بدنا نعرف الان الار والاس؟ من خلال القواعد هذه. القواعد سهله يا شباب، شو بتساوي؟ بتروح على الكارل سنتر بتمشي
على الأربع مجموعات المتصلة فين؟ بالتدريج، بحيث أول شيء بتروح على أول ذرة متصلة مباشرة بالكهرباء سنتر، وبترتبهم according to their priority، على الأفضلية. شو أساس الأفضلية بالنسبة للقواعد؟ والأتوميك نمبر أو الأتوميك ويت، يعني بعدد الذري أو الوزن الذري للذرة. فالذرة الأثقل يكون لها highest priority، أفضلية أكبر. زي الناس يقول لك الكاش وجهه مشيت، يعني يكون هذا جسمه مليان وكبير، الناس بيقدموه هذا وجيه، عادة يكون وجيه برأس وجهه ولابس مشداش وعباء وقعدوه بالصدر مجلس مشيت. بنفس الشيء هنا الذرة الكبيرة اللي عددها الذري عالي ووزنها الذري عالي تاخذ الهايست بريوريتي، تاخذ رقم واحد. اللي بتيجي اقل منها رقم اثنين، اقل اخف واحدة تكون رقم اربعة. الناس الوجيه هذا والمليان وكذا تحب تقرب له صح؟ والصغير هذا مالوش ما حدا بيسال عنها. هون نفس الشيء بالقاعده هاي، شو عملوا؟ بعد ما رتبوا المجموعات according to their priority بناء على الاتوميك نمبر يا شباب او الاتوميك ويت، بيجوا على المجموعه رقم اربعه اللي هي اخف واحده بيبعدوها، بنظر لها بحيث تكون بعيده عنها. اوكي؟ يعني اذا كان عندك جزيء بدك تلفه بحيث اربعه تكون بعيده عنك. شو بظل وجهك؟ واحد اثنين ثلاث. اوكي؟ واحد اللي فلور، اثنين انا اتشتو، ثلاثه اللي هي الساتفين، اربعه اللي هي الوجه. اربعه دائما هي اخف واحد، فهي اللي بيعدوها. يعني حسب القاعده هون بقول لك انظر الى الجزيء من الجهه المعاكسه لرقم اربعه. إذا نظرت بهذا الاتجاه تكون وجهك واحد اثنين وثلاثة. امشي الآن حسب البريوريتي من واحد لاثنين لثلاثة. فإما أنك تمشي عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة. إذا عكس عقارب الساعة يكون الكونفجريشن أس. وإذا بتمشي مع عقارب الساعة يعني تو ذا رايت تكون أر. أوكي؟ إذا هذه هي قواعد الكونفجريشن، قواعد مهمة ضروري تعرفها. نرسم بشكل جزئي، نعرف الكارل سنتر، نحدد المجموعات الأربعة، نرتبها حسب البريورتي، نخلي رقم أربعة بعيدة عنا، ونمشي من واحد لاثنين لثلاث، يا مع عقارب الساعة آر، يا عكس عقارب الساعة تكون إس. أوكي؟ هذا مثال يا شباب عندنا
مناسب. احنا مهمين نعمل. احنا مهمين. اوكي؟ فبقول لك هذا اللي على اليسار ناتشورال يعني موجود بالطبيعه. بينما اللي على اليمين الناتشورال مش موجود بالطبيعه. من صنع تصنيع. الناتشورال هذا ضروري لتكوين البروتينات. وقال لك ايه؟ طيب مرمو خلاص يعطيك العافية كمل مرة جاهزة.